يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تنظيم النسل جائز شرعا؟ وهل أطيع والدي إذا أمراني أن أعزل عن زوجتي بحجة تنظيم النسل؟ لا يجوز تحديد النسل ولا تنظيمه إلا إن كان المقصود تأخير الحمل، لأن المرأة ما تستطيع توالي الحمل، ما تتحمل، يجوز أن تأخذ ما يؤخر الحمل حتى ترضع الطفل الذي عندها، تستعد لاستقبال الحمل الجديد. هذا يجوز إذا احتاجت المرأة إلى هذا. أما امرأة سليمة وقوية فلا يجوز لها أن تحدد النسل ولا أن تنظمه بما يقلل النسل، وهذا لا يجوز. نعم.